السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن ما يرام. اليوم غندير لكم فيديو ديال مشترياتي من المغرب. اللي مهتم بالامر وباغي يشوف خليكم معايا. اول حاجه شفتها واحد الباتني وما قديتش زعما كاين ما ناخذهاش، وهما هاد البراغي الكبار. شو كي كيجي واعرين البنات، شو الخدمه كي دايره، عتي زوينين. انا بعدا كي نحمقوني ونيت كانوا خاصين، زعما خاصين شي براد هكا كبير. المهم خديت هاد البراد كبير وخديت المتوسط ديالو. البراد الكبير داير 200 درهم والبراد المتوسط داير 130 درهم. البنات انا نخلي لكم الاسمنه مكتوبه. وخديت حتى هاد الصينيه، هي صغيره. انا درت عندي هنا صينيه كبيره، داك اللي كيقولوا ليها المخرقه واقيله، ولا ما عرفتش سميتو. المهم انا عندي مع انا ما عنديش بزاف مع السميات. فوالا ماما ديجا حليتها. هي الثانيه هنا طبيعه الحال، غير مشيت خديت معايا الطونوبيس باش نركب ليها ونوريكم كيفاش كتكون. المهم كتجيب هذا ديالها اللي كتخشي فيها وكتحافظ عليها. الصينيه حتى هي غاده في نفس زعما كاين الزواقه ديال هذا البراد اللي خديت. كما قلت لكم ثاني حاجه هي الصينيه. هنا رجعت لكم مورا ما ركبت ليها ليديدات ديالها. ولكن الحاجه اللي زوينه فيها البنات انا غنوريها لكم، هي عندها هادو، عندها كيف نقول لكم، المهم عندها بحال هاد الرجيلات باش هكا ما تحكش لكم مع الطبله. ايوا كيما خدينا دابا البريات ديالنا، شفتوا البنات؟ دابا عندنا الصينيه والبريدات، بقاو لينا غير واحد السيفه ديال الكيسان اتاي. هادو هما الكيسان اللي خديت، كريستال فيهم 12 الكاس. المهم هادشي باقي لاصق مزيان، واخا زعما حليتو قبل باش هكا من زعما باش هكا ما نتعطلش عليكم في الفيديو. هادو هما الكيسان اللي لقيتهم في هاد العام اللي هبط المغرب، لقيتهم بزاف. الدار اللي دخلتي ليهم كتلقاي عندهم هاد الكيسان عاوتاني، رجعوا المهم رجعوا على مود على اللي شفت انايا. اللي دخلتي عنده كتلقى عنده هاد الكيسان الملونين. المهم خديت منهم 12، كاينين جوج زعما جوج كيسان في الباكيه كامله، جوج من الخضرين من الصفرين من الاورانج الغوز والبلو والاحمر. هذا هو الغوز هو الاحمر. انا نستف لكم لا كيما كيبان لكم، لا حاطه حدايا كلشي باش من بعد نستف لكم. باقي ولا بحال هكا غير ستات الكيسان مع بريد اللي بان لكم هكا كتجي بحال هكا البنات. شو على منظر كتعطي زوينه. وخديت هاد الطاسات اولا كيسان اولا تقدروا تقولوا لهم زعما كيف ما بغيتوا. فيهم 6 هادو ديال الكلاص اولا دير فيهم شي ديسير اللي عجبك، كيجيو هكا حتى البنات زوينين. شنو كي كيجيو هكا كيبان مزيان ملي كان. المهم الا درت لهم هكا كيبان الشكل ديالهم اكثر. المهم خديت هادو كيكون فيهم 6 هما البنات. المهم انا جبت لكم غير 3 باش تشوفوهم كيف دايرين ويبان لكم زعما كاين الديكور ديالهم كيف داير. خديت البنات هاد السوبسات ديال الحيره، كتعرفوا في رمضان كنحتاجوهم، كيجيو بحال هكا كما كيبان لكم هنايا. وهما هي بيضه سامبل منقوصه شويه، حيت انا عندي السيرفيس كامل في البيض، وما كانتش عندي هذه ديال لاسوب تكون في البيض حتى هي، باش ملي نحط زعما ملي نحط هكا في رمضان يكون عندي داكشي كامل ونصوب الكامل. اما البنات كيجي هذا هو الشكل اللي فيها.
قالت لي هكا، وهي قالت لي علاش بحال الورده، وكما كتعرفوا هذه اللي ما كتهز لينا والو. والتبصلات ديالها حتى هما كيجيو بحال هكا، والزلايف حتى هما نفس الشكل. شفتوما البنات؟ المهم انا عجبتني حيت عندي كلشي في البيض، وكانت خاصني غير هي. وفملي زعما ملي شفتها وانا نطير عليها. هاد لي كامل خديتو في كازا عند واحد كاين في القيصريه ديال الكراج العلال، عنده محل كبير كيبيع. المهم عنده داكشي غزال، انا ملي مشيت عنده دخلت في القيصري كنقول ليه عطيني هذه هذه هذه، وغادير معكم البنات الثمن مزيان اللي ساكنين في كازا. المهم كيعرفوا قيصريه كراج العلال حيت كاينين بزاف في الصف اللي على اللي على الشارع. هادو البنات كيجيو بحال هكا، داكشي سامبل ديجا عندي. المهم عندي ثلاثة في الدار وهذه هي الرابعة، كيعجبوني في رمضان، كتحس بداك الجو ديال رمضان، واخا زعما واخا انت في الغربة، ولكن كنحاولو نحطو داكشي ديالنا المائدة الرمضانية ديال المغرب، وصافي. وبحال هكا كيزيد يحمسك، كيزيد تحس بداك الشهر هو شهر الفضل ديال العبادة والتقرب من الله، ولكن حتى المائدة كتحلك الشهية وكتحس بالأجواء ديال رمضان. المهم أنا هكا كنحس هكا، كنبغي ندير فطاري ديالي من أكادير. ملي كنت مشيت هاد الصيف زيارة لتماك، درت عند واحد مول اواني كيبيع داكشي ديال الفخار تماك، فين مات لي هاد القصريه. كتعرفوا البنات القصريه نهار الجمعه كسكسو. المهم بانت لي هادي، ونيدلت مع الدم ديال داري مع سلامون اللي عندي، عجبتني وخديتها. القصريه البنات الثمن ديالها باش ما ننساش داير 170 درهم. زوينه غزاله زعما ما عندي ما نقول، هادي ما نقدرش عليكم ديجا استعملتها دايره هكا. وماشي غير هادي بوحدها اللي خديت ثلاثه الحويجات من اكادير عند واحد سميتو امغران، المهم مغني معروف عندهم زعما كيغني الامازيغيه. انا كنت خاصاني غير القصريه، وعندي طاجين كبير هذاك المزركس ولا المزخرف ولا شنو كنقولوا ليه، مي كان خاصني طاجين ديال جوج الناس واللي نقدر نطيب فيه زعما كاين على البوطاغاز على الغاز. خديت عنده هذا طاجين عادي سامبل زعما ما في حتى حاجه، اللي عادي طاجينه عادي سامبل اللي تقدري طيبيه فوق من على الغاز، زعما كاين تعلي العافيه تحت منه ما يطال لي والو. هذا ديجا جربتو ديجا طيبت فيه، غنقول لكم البنات ثلاثه ولا اربعه الخطات ديجا صوبت منه زعما طيبت فيه. والله البنات ها نتوما زعما الصح والعمل. خديت لي نحط هذا على جنب حيت هذا الشيء كامل من عند نفس الشخص زعما كاين، وخديت هذا الطبق ما عتديش حتى عجبتني وصافي. عجبوني الالوان اللي فيها زوينه، واخا تحطها غير ديكور ما تحطي فيها الا بغيتي دير الا صوبتي شي خبز الدار اولا شي محرش ديال الدار تحطيه تماك غير اللي غزال. المهم انا هذه مازال ما استعملتها، ما حاطها ديكور. المهم عجبتني وصافي وخديتها. هادي البنات حسبها ليا ب 30 درهم، وداك الطاجين حسبوا ليا ب 65 درهم. هذا هما المشتريات ديالي ديال هاد المره. نقدر نمشي نجيب لكم الطاجين اللي خديت هنايا، ومهم غير نوريهم لكم. هادو ماشي ديال هاد العام، هادو خديتهم شحال من هادي زعما شحال هادي من عام، تكون شي 3 سنين دابا ولا 4 سنين، 4 سنين دابا باش خديتهم. وخديتهم غير هنايا، شي خديتو في بلجيكا وشي خديتو في هولندا. البنات هذه اللي قلت لكم الصينيه عندي كثر من 4 سنين، كنت خديتها واقيله في هولندا تماك، فيك تخديتها عند واحد المغربي. المهم هذه هي اللي كيقولوا ليها واقيله المخرقه، وعطاني مع هذه زوينه الصراحه جات معاها. ها هي صينيتي، ولكن كتجي كبيره بزاف، عاد البنات راها كبيره بزاف. كانت خاصني شي وحده زعما تكون غير نصها، اولا بحال هذه دابا اللي خديت هذه. هذا هو الطاجين البنات اللي قلت لكم عندو، تكون عنده شي 4 سنين ولا 5 سنين ولا 3 سنين، المهم ما بقيتش عاقله بالضبط شحال غتكون عنده. المهم كيجيني كبير بزاف ديال 6 الناس. المهم هادشي علاش كتبغي تكون عندك طاجين كبير وواحد متوسط. الا كنتو نتوما جوج الناس 3 الناس تقدروا ديروا الطاجين اللي متوسط، كنتو كثر على طاجين كبيره في الخدمه.
وصلنا لنهاية الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخلوا لي جيم وتخلوا التعليقات ديالكم، واهم حاجة فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولا بغيتوا اقتراحات لفيديوهات اخرين، الا بغيتوني نصور لكم فيديوهات من اقتراحات ديالكم خليوهم لي في التعليقات، كتبوا لي الفيديوهات اللي بغيتوني نصور. ونشوفكم مرة اخرى، الى اللقاء.